بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت التحديات الجميلة والانطلاقات المثيرة في هذا اليوم الجميل وفي هذه أيضا الاندفاعات أيضا المتميزة، شعارات جميلة، أسماء ممتازة تزين أيضا هذه الورقة باحثة عن الناموس والانتصار. أسير مباشرة مع اللي وصلت في صدارة هذا الشوط وهذا التحدي المثير اللي وصلت في راية ثويني بن حمدون بن حمد اليحافي، لكن اللي غيرت مجريات الأمور هذه الشاهينية علي بن محمد بن الشرقي الوهيبي من ياتي في صدارة أيضا هذا الشوط. التغيير هناك من الجانب الآخر اللي ياتي على ثالث المراكز أو على ثاني المراكز في هذه اللحظات، تاتي هناك أيضا عسيلة علي بن سالم بن عامر العمري، أيضا اسم ممتاز تحمل عسيلة، لكن اللي قادم من الجانب الآخر على رابع المراكز هناك الشهامة حمدان بن محمد أو حمدان بن حمد بن محمد الدرعي ليقدم الشهامة. الدور دور المركز السادس هذه اللي قادم من الجانب الآخر وصلت أمجاد حميد بن حمد بن سعيد الجنوبي، والمركز التاسع وصلت الإمام حمد بن أو محمد بن حميد بن حمد الزرعي. الدور دور المركز العاشر هناك أيضا شعار أيضا بن حارب، واللي قادم أيضا من الجانب الآخر حضور سالم بن ثابت، سالم بن ثابت ايضا الينيبي اللي قادم على ظهر حضور في هذه الانطلاقات الجميله والتحديات المثيره. شوطنا هنا مع الاندفاعات ايضا الممتازه، انطلاقه ايضا سن المفاجات، انطلاقه ايضا اللقايا في هذا الشوط الجميل والتحدي المثير. هناك راهيه ثويني بن حمدون بن حمد اليحافي ليقدم راهيه في هذه الانطلاق المثير. والمركز الثاني هناك الشاهينية محمد بن حامد بن حمدان اليحافي يقدم الشاهينية. من غيرت مجريات الأمور، غيرت التحديات الجميلة. الدور دور المركز الثالث هناك أيضا شعار بن الشرقي علي بن محمد بن الشرقي الوهيبي، واللي وصلت من الجانب الآخر، شوف اللي قادم من الجانب الآخر، هناك اللي واصل سرابه حمود بن سعيد بن محمد الحارثي اللي واصل هذه اللحظات الجميلة، واللي واصل ايضا اللي قادم من الجانب الاخر وصلت ايضا الامامه محمد بن حميد بن حمد الزرعي او الدرعي اللي قادم. ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينيه محمد او محمد بن حامد بن حمدان اليحافي ليقدم احد النوعيات الجميله. شوف التحركات المثيره، شوف الانطلاقات ايضا الجميله في هذا الشوط الجميل والتحدي المثير. وصلت هناك ايضا معنا وصلت سرابه حمود بن سعيد بن محمد الحارثي، واللي قادم الجانب الاخر الامامه محمد بن حميد بن حمد الدرعي اللي واصل من الجانب الاخر ايضا. ارصد للي قادم الجانب الاخر، هذا اللي قادم السريه احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. وصلت ايضا حضور فارس بن علي بن حثيث السنيدي ليقدم حضور في هذه الانطلاقه الجميله والرائعه. ولكن اعود الله يا الشاهينيه مع انطلاقة اليحافي محمد بن حامد بن حمدان اليحافي ليقدم ايضا الشاهينية. ولكن الدور دور المركز الثاني اللي واصله هنا ايضا مع انطلاقة وشعار بن حارب ليقدم السرية، شوف اللي واصله يوسلوب يا سلام، وصلت اللي في هذه اللحظات هملولة سلطان بن حمد بن سعيد الوهيبي، واللي واصله من الجانب الاخر الشاهينية اسلوم بصغير بسعيد بسالم الوهيبي. ولكن خلاص وين الشاهينية محمد بن حامد او هناك بن حمدان اليحافي؟ روح يا راعي الشاهينيه روح، ما شاء الله وتبارك الرحمن. اذا تهنينا والناموس المركز الثاني، هناك ايضا الشاهينيه وهناك السريه احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، تهنينا والناموس لجميع الفائزين.